بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 24 بعد 120. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية في تواصل معكم من خلال هذا البرنامج نور على الدرب، ويسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، رمز لاسمه ببدر من تبوك، يقول: حكم الزوج الذي لا يعاشر زوجته بالمعروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أمر الله الأزواج بمعاشرة زوجاتهم بالمعروف ولو كان يكره منها بعض الشيء، فإنه يرضى منها أشياء كثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة كره منها خلقا رضي منها الخلق الآخر. وهذا الذي لا يعاشر زوجته بالمعروف هذا عاص لله عز وجل في قوله: وعاشرهن بالمعروف، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعاشر زوجته بالمعروف لأن لها حقا عليه. قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. المرأة لها حق على زوجها، ومن حقها أن يعاشرها بالمعروف، كما أنه يطلب منها أن تعاشره بالمعروف فكذلك هو يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. أنتقل إلى سائل آخر رمز لاسمه عبد الله من الخبر، يقول: ما حكم الحلف بغير الله حيث أن هذا الشيء منتشر في بلادنا وفي خارج المملكة العربية السعودية، وحاولنا كثيرا أن نوضح لهم لكن لم يسمعوا كلامنا، فما هو توجيهكم حول ذلك؟ الحلف بغير الله شرك، كما في الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحديث في الصحيح، لكنه شرك أصغر، فعلى الإنسان أن يتجنبه إلا إذا جرى على لسانه من غير قصد، فإن إنه لا إثم فيه، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما أن يتعمد هذا الشيء فإنه حرام، وهذا شرك ومن أنواع الشرك، عليه أن يتجنبه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد الشقاري من الرياض يسأل، يقول: يلاحظ أثناء أداء الصلاة وخاصة صلاة الجمعة الوقوف الخاطئ للسيارات بعض المصلين وتمادي البعض في عدم احترام الناس أو الأنظمة، تجده يقف بشكل ازدواجي بجانب السيارة أو يغلق على صاحب المنزل منافذ الخروج أو يقف بسيارته على خط سريع يعرض نفسه للخطر، وفي الوقت نفسه تعد مخالفة لأنظمة المرور. هل من توجيه لكم صاحب الفضيلة وحث خطباء الجمعة خاصة على تنبيه المصلين إيقاف السيارة موقف صحيح؟ نعم، يجب على المسلم أن يحترم مرافق المسلمين في طرقاتهم وفي مواقف السيارات، فلا يسيء الاستعمال بأن يوقف السيارة في مكان ممنوع الوقوف ويضر بالناس، ولا يوقفها في طريق الآخرين ويمنعهم من الخروج من المواقف، ولا يسيء الاستعمال في الطريق بأن يسرع سرعة خارجة عن المسموح أو يتباطأ ويعوق السير، ولا يوقف سيارته في أثناء الطريق لما في ذلك من الخطر ومن سد الطريق. فعلى المسلم أن يحترم إخوانه المسلمين ويحترم حقوقهم كما يريد منهم أن يحترموا حقه، وهذا فيه إثم عظيم، وهذا من أذية المسلمين في طرقاتهم ومواقفهم ومرتفقاتهم. قد جاء في الحديث أن من شعب الإيمان إزالة الأذى عن الطريق، فمعناه أن إلقاء الأذى أو التصرف السيء
السعي في الطريق أن هذا من خصال النفاق. على المسلم أن يتقي الله عز وجل، يحترم حقوق إخوانه المسلمين، يحترم المرافق التي هي للجميع مشتركة للناس، لا يتعسف في استعمالها وينسى حق الآخرين. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال الأخ محمد الثاني يقول: أحد الجوامع في مدينة الرياض ينبه مرتين على صلاة الجنائز، الأولى للإمام، مجمله يقول: صلوا على الجنازة لكي لا ينصرف المصلين، وبعد دقيقة أو دقيقتين ينبه المؤذن ويقول: صلوا على الرجل والطفل، ويذكر العدد مثل: صلوا على الرجلين والمرأة. هل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء، بل هذا مستحسن من أجل أن يحتسبوا الأجر ويصلوا ولا يخرجوا ويحرموا أنفسهم من فضل الصلاة على الجنازة، ومن أجل أن يخصوا الميت بالدعاء إذا عرفوا اسمه وبين لهم بالإعلان، وأن يعرف من يصلي عليهم هل هم رجال أو نساء أو أطفال، من أجل أن يقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر لها، اللهم اغفر لوالدي هذا الطفل، هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول: بعض الناس يذهب إلى المسجد الذي تصلى فيه الجنائز ويصلي عليها قبل الصلاة ثم يذهب إلى مسجده في حارته أو في حيه، فما حكم ذلك؟ لا يصلى في مسجد قبل إمامه، لا على الجنائز ولا الصلاة المفروضة، هذا من الافتيات على الإمام. فإما أن يجلس وينتظر يصلي مع جماعة المسجد، وإما أن يذهب إلى مسجده ويدعو للميت في أي مكان، أو يذهب إلى المقبرة ويصلي على الميت قبل الدفن، أو يصلي على قبره إذا دفن. نعم، الأمر واسع في هذا، لا يضيق على نفسه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. انتقل إلى هذه الرسالة من خالد من عنيزة، يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله؟ لا أعرف حديثا بهذا اللفظ، ولكن معلوم أن حق الأم، أن حق الأم عظيم، والبر بها واجب، ويأتي بعد حق الله عز وجل، ولزوجته أيضا حق الزوجية، فالأم لها حق والزوجة لها حق، فلا يعتدي على إحداهما بمصلحة الأخرى، بل يعطي كل واحدة حقها الواجب لها. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا سؤال الأخ خالد من عنيزة يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ معناه أن من خصال الإيمان ومن كمال الإيمان أن يحب الإنسان لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، لأنه أخوه في الإيمان، وكما أنه يحب لنفسه الخير يحب لأخيه الخير، وكما أنه يكره لنفسه الشر يكره الشر لأخيه، لا يصل إلى أخيه منه إلا ما هو خير، يكف شره عنه ويبذل إحسانه إليه كما أنه يريد هذا من أخيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: بارك الله فيكم، ما حكم الجلوس في مجالس الغيبة والنميمة، وهل للضرورة أحكام؟ لا يجوز الجلوس في مجلس فيه غيبة والنميمة إلا على وجه المناصحة لهم ليتركوا الغيبة والنميمة، فإذا لم يمتثلوا واستمروا فإنه لا يجلس معهم، لأنه إذا جلس معهم يشاركهم في الإثم. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: تحدثني نفسي أحيانا بفعل منكر أو بقول سيء، ولكني في أحيان كثيرة لا أظهر القول أو الفعل، فهل علي إثم في ذلك؟ ليس عليك إثم في ذلك، فيما حدثت نفسك ما لم تتكلم أو تعمل كما في الحديث، وإذا وجدت شيئا من ذلك فاستعذ بالله من الشيطان وسيذهب عنك بإذن الله. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: إذا فاتتني راتبة الفجر هل أصليها بعد الصلاة مباشرة؟ نعم، لا بأس بذلك، قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فسأله قال إنه فاتته راتبة الفجر، فأقره على ذلك، وإن أخرها إلى بعد ارتفاع الشمس فهو أفضل. نعم. أبو سعد من جدة يقول: ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ المداراة جائزة، وأما المداهنة فهي حرام، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وهي التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الكفار، هذه هي المداهنة، تنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الكفار، وأما المداراة فهي درء شر الكفار بأن تدفع لهم شيئا من المال أو من الكلام الذي يدفع عنك شرهم. قال سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، هذه هي المداراة التقاة التي تتقي بها شرهم،
ولا تضر دينك أو تتنازل عن شيء من دينك. نعم. أبو سلطان من مكة المكرمة يقول: قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. ما هي حقوق اليتيم؟ الإحسان إليه والعمل بمصالحه وتربيته على الخير إذا كان تحت ولايته، هذا الإحسان إلى اليتيم وحفظ ماله والعناية بماله حتى يبلغ الحلم راشدا ويدفع إليه ماله. قال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالك إنه كان حوبا كبيرا، يعني الأيتام. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني يأخذ بقدر خدمته وعمله لليتيم من باب الأجرة ولا يجحف في ذلك. والله جل وعلا جعل لليتيم حقا مع ذوي الحقوق. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والمساكين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى إلى آخر الآية. فجعل لليتامى حقا من جملة الحقوق العشرة على المسلمين، يعني يعوض هذا الصغير فقد أبيه وأن يقوموا بمصالحه ورعايته وتربيته، وإذا كان له مال أن تموا به ويحفظوه ولا يعتدوا عليه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكل مال اليتيم من السبع الموبقات كما عده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا فلاح من عرعر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، أريد منكم نصيحة لأني إنسان متشائم في حياتي جزاكم الله خيرا. تشاؤم من الشيطان، فعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان وأن تؤمل الخير، تتفاءل بالخير، وأن تحسن الظن بالله عز وجل، تحسن الظن بإخوانك المسلمين، هكذا يجب على المسلم. ولا يتشاؤم، لأن التشاؤم من الشيطان يصل إلى حد الطيرة، والطيرة شرك. عليه أن يتجنب التشاؤم والطيرة وسوء الظن بالله عز وجل أو سوء الظن بإخوانه المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا يسأل عن الحديث الضعيف وحكم الحديث الضعيف والتعامل معه، بارك الله فيكم. الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال وفي الترغيب والترهيب، ولا يبنى عليه حكم شرعي من التحليل والتحريم، ولا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على طريق الجزم، وإنما يقال يروى عن الرسول أو جاء عن الرسول أو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبشرط لا يكون شديد الضعف بل يكون له وجه من الثبوت أو الصحة أو شواهد تقويه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: من عاداتنا في البر وسم البهائم أو الدواب للتمييز بينها، فما حكم ذلك؟ هذا جائز لكن لا يكون في الوجه، تجنب الوجه، لا يسم الدابة في وجهها إنما توسم في غير الوجه. نعم. سؤاله الآخر يقول: حكم قتل الحشرات المؤذية وما هي الفواسق الخمس؟ كل ما يؤذي فإن ولا يندفع إلا بقتله فإنه يقتل. والخمس هي الواردة في الحديث: الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أو السائلة أم محمد من الرياض تقول: هل يجوز بناء مسجد أو بيت لفقير من الزكاة؟ أما بناء البيت للفقير من الزكاة فلا بأس به، وأما المسجد لا، يبنى المسجد من التبرعات ولا يبنى من الزكاة، لأن الزكاة لها مصارف محصورة في الآية الكريمة لا يخرج عنها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا أعمل في أحد المحلات وأحيانا أتصدق ببعض المال من صاحب المحل وهو لا يعلم، وهذه الصدقة باسمي أنا، هل يجوز ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز إلا بإذنه، لا تتصدق من مال الغير إلا بإذنه، إلا الزوجة في بيت زوجها تتصدق على المحتاج أو السائل، تعطي السائل بما جرت به العادة، وأما غيره فأنت أمين ووكيل، فلا تتصرف إلا بإذن الموكل ولا تتصدق من ماله إلا بإذنه. نعم. بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال. السائل أبو خالد يقول: أود أن أسألكم وأستشيركم فضيلة الشيخ في ما حكم أن يملك الأخ الكبير أخته علما بأن الوالد على قيد الحياة، ولكن مقاطعهم منذ سنوات لا يزورهم ولا يصرف عليهم ويرفض كل من يتقدم للزواج من أخواتي، علما بأن من يتقدم تتوفر فيه الدين والخلق، فما الحل لهذه المشكلة بارك الله فيكم؟ الولاية في النكاح مرتب، قدم فيها الأب
الأب ثم الجد وهكذا، ولا تنتقل الولاية من الشخص إلى من هو بعده إلا بإذن القاضي. يذهبون إلى القاضي إذا كان أبوها، إذا كان أبوها كما ذكر السائل يمتنع من تزويجها من الأكفاء الذين رضيت بهم، هذا عاضل ينتقل يذهب إلى القاضي لينقل الولاية منه إلى من هو بعده لمصلحة البنت وإزالة الظلم عنها. نعم. وما هي شروط عقد النكاح يا شيخ؟ شروط عقد النكاح التراضي، أن يرضى كل من الزوجين بالآخر، وإشهاد شاهدين عدلين، تعيين الزوجين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأخوة الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن نلتقي بإذن الله تعالى على خير في لقاءات مقبلة. هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.